بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا أصدقائنا في ساعة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد. أكيد معاكم دايما في برنامج ساعة ما راح، ساعة إن شاء الله راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة والمرح وكل الفرح، وإحنا أكيد في انتظاركم في برنامجنا من الساعة 4 لين الساعة 5. ننتظر اتصالاتكم على الرقم 44 3 3 3 4 4 4، ودائما نذكركم ان احنا معاكم من يوم الاربعاء لين يوم السبت. ننتظر كل مشاركاتكم، كل اتصالاتكم، واكيد تشاركونا في مواضيع حلقاتنا في كل حلقه. واليوم حصه اكيد مستانسه وبترحب فيكم. يلا يا حصه، رحبوا اصدقائنا. اهلا اهلا وسهلا اصدقائي بحلقه جديده وساعه جديده من برنامج ساعه مرح. لا تنسوا تشاركونا اتصالاتكم على رقم 44 3 3 3 4 4 4. شو السالفة يا حصة؟ شو فيك؟ يعني أنا قلت حصة متحمسة اليوم بترحب فيكم ونظرتكم، شو السالفة؟ شو فيك؟ شو هالبرود اللي فيك يا حصة؟ لا يوجد تحمس يا عبد الله في هذه الحياة، انتهى الحماس يا عبد الله، انتهت المتعة أيضا، خلص والتشويق، انتهى كل شيء جميل. لا لحظة لحظة في هذا اليوم، لحظة لحظة شوي شوي شوي، يعني لا تكبرين الموضوع يا حصة. يعني اليوم جمعة وأصدقائنا أكيد يتابعونا وناطريننا ومستانسين، أنت اليوم زعلانة وانتهت الحياة وما في متعة في الحياة، وش السالفة؟ زين قولي شو السالفة، فهميني بس. فقدت الحماس، فقدت الحماس يا عبد الله. زين شو السالفة؟ يعني اشرحي لي ليش؟ ألا تعرف لماذا؟ أنت الذي تعرف. أنا؟ ألا تعرف؟ أنا؟ نعم أنت. شو سويت أنا يا حصة عشان أخليك بدون حماس وهالبرود؟ ماذا قلت لي في الصباح؟ ماذا؟ ماذا؟ هل أعيد وأكرر الكلام مرة أخرى؟ لا تجعل أي يوم جميل يا عبد الله. بوف مرة يعني أنا أسبب لك أزمة في يومك يا حصة وما أخلي يومك جميل؟ انتهى كل شيء يا عبد الله، انتهى انتهى. ليكون لأن الصبح قلتي لي يا عبد الله الجو حلو اليوم ونبي نطلع ونروح، وأنا قلت لك لا يا حصة اليوم يا سلام على هذه الساعات. كانت حصة في قمة الحماس والحيوية والمحبة والنشاط، والحين قتلت كل هذه المشاعر يا عبد الله، قتلتها. أنا قتلتها يا حصة؟ يعني أنا قلت لك ما يصير نطلع اليوم، يعني اوكي الجو حلو جدا، بس يا حصه انا عندي شغل ما اقدر اطلعك اليوم، يعني لازم انت تقدريني وتقدرين الشغل اللي عندي، ويعني بنطلع يوم ثاني. انا ادري ان الجو حلو اليوم بس انا عندي شغل يا حصه ما اقدر اطلعك. اليوم الجمعه يا عبد الله، الا تعرف ماذا يعني كلمه اليوم الجمعه؟ زين عادي يا حصه، وبعدين انا قلت لك يا حصه ان بنطلع بكره مو بلازم اليوم، يعني خلاص الجو اصلا صار حلو فانت راح تطلعين بكره وممكن اللي بعده. الله بس لازم اعلم يا عبد الله، الله اعلم ان كنا سنخرج غدا ام لا. لا ان شاء الله بنطلع يا حصه، بس لازم تقدريني يا حصه، وما في داعي للسلبيه هذه. يعني احنا ما طلعنا اليوم او انت ما طلعتي من البيت خلاص الحياه انتهت وصرتي سلبيه. صحيح. وما في شيء راح يمشي. لا يا حصه تقدرين انتهى تسوي... العالم ايضا بعد انتهى العالم. صحيح، بس تقدرين تسوين اشياء وايد يا حصه وانت في البيت، ما له داعي تطلعين وتروحين. يا عبد الله إنه يوم الجمعة، كل الأسبوع في المدرسة والواجبات ونقوم بتحضير أشياء كثيرة، اليوم هو يوم الإجازة يا عبد الله، يوم الجمعة. إذا لم أخرج اليوم متى سأخرج؟ غدا؟ غدا سيكون يجب أن أنام بكير من أجل المدرسة. زين يا حصة، يعني أنت تقولين اليوم الجمعة وأكيد أصدقائنا بعد يقولون اليوم الجمعة، أصدقائنا معظمهم يوم الجمعة ترى ما يطلعون من البيت. حقا؟ اي يقعدون في البيت ويستمتعون مع اهلهم واخوانهم، وبعدين يا حصه في ناس ظروفهم ما تسمح ان يطلعون مثلا يوم الجمعه. لماذا؟ او كل يوم كل ما يوم. الذي سيمنع؟ لديهم اخ كبير عبد الله انه مشغول. حتى لو عندهم اخ كبير يا حصه يمكن يكونون مشغولين، يمكن قاعدين في البيت مستانسين، فما له داعي كل يوم جمعه لازم تطلعين. بعدين يا حصه اللي انت قلتي اليوم الجمعه صح؟ يعني كل مكان زحمه يا حصه. خلاص عبد الله خلاص، لأن لا يوجد لدي مزاج لأتكلم. زين أنا صراحة يعني أنا بسأل أصدقائنا، يعني أنا قاعد أقول حق حصة إن أنا اليوم
مشغول واليوم يعني عندي شغل ما اقدر اطلعها. هي تبي تطلع غصب وتقول انتهت الحياه ومتشائمه. لا تشوفيني شي يا حصه. انت متشائمه وما تبي يعني ترضى وزعلانه. فخلونا نشوف اتصالاتكم ونشوف مشاركاتكم وشنو راح تقولون اليوم. زين يا حصه؟ حسنا هيا يلا خلنا ناخذ اول اتصال معانا اليوم. بما ان انت زعلانه يا حصه انا باخذ اول اتصال وبشوف نوره شنو راح تقول. زين حسنا تفضل. يلا نقول السلام عليكم يا نوره. وعليكم السلام. شو اخبارك يا نوره؟ بخير الحمد لله. كم عمرك؟ 8. العمر كله ان شاء الله. شنو حابه تصيرين يوم تكبرين؟ دكتورة أسنان. يا سلام. حصة صديقتنا نورة متصلة تبي تصير دكتورة أسنان. حقا بالتوفيق يا نورة بالتوفيق. لا يا يعني سليها كم مرة مثلا تفرش أسنانها، تاكل حلويات ما تاكل؟ أخبريني يا نورة أين ستذهبين مع أهلك اليوم؟ هل ستخرجين من المنزل؟ بروح لجدي. صح أكيد طبعا لما لا؟ أما أنا سأبقى في المنزل هنا. هنيئا لك يا نورة هنيئا لك. نورة. نعم نورة أنت كل جمعة لازم تطلعين من البيت؟ طبعا. لحظة خلنا أسألها يا حصة. ها نورة كل جمعة تطلعين من البيت ولا في مرات يعني عادي ما تطلعين من البيت؟ في مرات لا ما أطلع. زين يعني قولي حق حصة هي كل جمعة صار لها يعني الحين شهرين ثلاث كل جمعة نطلعها نوديها تستانس ومرات يعني الجمعة في يعني نهاية الأسبوع في الويكند ومرات حتى في نص الأسبوع نطلعها. بس اليوم قلت لها أنا مشغول ما أقدر أطلعك يا حصة ما أقدر أوديك مكان. شوفي شلون زعلانة وتقول انتهت الحياة وما نقدر نسوي شيء ومتشائمة حتى مع أصدقائنا يا حصة ما قاعد تردين عليهم طريقة عدلة. ها ايش رايك يا نوره في تصرفات حصه؟ ها نوره ايش رايك؟ لا يوجد كلام يا عبد الله لا يوجد كلام. رايت؟ قالت خطا. لماذا خطا يا نوره لماذا؟ انه يوم الجمعه ويحق لي الخروج والتنزه في الخارج. مو لازم كل جمعه تطلعين. متى ساخرج متى؟ بكرة صح يعني بكرة تقدرين تطلعين. ولكن بكرة السبت يوم يختلف عن يوم الجمعة أليس كذلك يا نورة؟ اليوم زحمة يمكن. صح اليوم زحمة وأنا مشغول يا نورة يعني ما أقدر أطلعها. أنا كل جمعة أطلعها بس اليوم قلت لها أنا مشغول يعني ما تبي تقدرني. مفروض نقدر بعض صح ولا لا يا نورة؟ صح. يعني انت مثلا في البيت الحين تبين تطلعين اليوم الحين مثلا انت بتروحين بيت جدتك صح؟ جدتك او جدتك. زين نوره اذا مثلا بعد شوي ابوك وامك قالوا لك خلاص يا نوره احنا ما راح نروح اليوم بنتم قاعدين في البيت تزعلين؟ لا ما انزعل. سمعتي؟ يعني هي خلاص المفروض انها رايحه قالوا لها لا ما راح تروحين وما تزعل. انتي انا قلت لك انه ما في يعني ما اقدر اوديك وزعلانه يا حصه. زين نوره شنو حابه تسمعينا؟ قران. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا نورة. والحين خلنا ناخذ عجلة الحضانة وياك يا حصة دام انت زعلانة يعني يمكن نراضيك شوي ناخذ العجلة مع بعض ونشوف شنو بتختار. يلا يا عجلة العجلة تختار لك صح وخطأ. تعرفين هاللعبة يا نورة؟ إيه. إنزين الحين راح نعطيك سؤال وتقولي لنا هذا السؤال صحيح ولا خاطئ. بس سهلة اللعبة. جاهزة؟ جاهزة. أعطينا كلمة السر يا نورة. ساعة مرح. يلا نشوف مع بعض. عدد السور في القرآن الكريم
115 سورة، صح ولا خطأ؟ ها يا نورة، هل تعرف الجواب؟ أنا أعرف يا حسن. وأنا أيضا. أنا أعرف. ها هيا نورة. يا نورة، قولي لنا صح ولا خطأ وبنساعدك. 114. يعني شنو السؤال؟ خطأ صح؟ خطأ. 114 سورة، وأكيد نورة عندها المعلومة. وأكيد الإجابة شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. حتى يا حصة الصحيحة مو بعجبتني منك اليوم. أنا محطمة يا عبد الله. محطمة من الداخل. زين يا حصة، الحين يا حصة راح نغير إن شاء الله الجو اللي أنت فيه يا حصة. يمكن الحين نخرج؟ لا ما راح نطلع. بنشوف رسمة جديدة ونشوف رسمة اليوم، طبعا فيها ألوان حلوة، راح تشوفين الألوان والنفسية راح تتغير إن شاء الله. لنرى، هيا لفقرة الرسم. خلينا نشوف وياكم أصدقائنا رسمة اليوم ونرجع بعدها. حياكم الله ويانا أصدقائنا، رجعنا لكم بعد ما شفنا هذه الرسمة الجميلة والحلوة، وأكيد ننتظركم وننتظر اتصالاتكم وننتظر مشاركاتكم معنا على رقم 44-333-444 في برنامج ساعة مرح من الساعة 4 لين الساعة 5. أنا مستانس اليوم وفرحان، بس على الجانب الثاني حصة اليوم زعلانة وما تبي تتكلم ومحطمة وانتهت الحياة بالنسبة لها. ليش يا حصة؟ قولي حق أصدقائنا بس مرة ثانية. لأن عبد الله مشغول اليوم ولا يريد أن يخرجني من المنزل، وأنه يوم الجمعة. يعني يا حصة أنا مشغول لأن عندي يعني شغل مهم، فما أقدر أأجل هذا الشغل عشان نطلع. فقلت لك يا حصة ممكن نأجل الطلعة لين بكرة. غدا يختلف يا عبد الله، غدا له يومه الخاص، غدا التحضيرات للمدرسة وإنهاء الواجبات المدرسية، غدا مختلف جدا يا عبد الله. لا تقارن غدا باليوم، نحن اليوم نقول اليوم بس وليس غدا. يا حصة نقدر نطلع بكرة الصبح ونستانس ونلعب نفس ما وديتك المرة الأخيرة يا حصة، كنا طالعين يوم السبت الصبح واستانستي ولعبتي وقدرتي تلعبين كل الألعاب لأنه ما كان في زحمة. فاليوم يعني يا حصة حتى لو وديتك أي مكان يمكن تكون في زحمة يا حصة. خذ الهاتف يا عبد الله، خذ الهاتف. لا عندك الاتصال الحين. عندي يلا. أنا؟ إيه يلا. ألو. ألو. أهلا. لا حصة خلتنا نشيطة، صديقتنا نشيطة، فأنت لازم يعني ها. أهلا. يلا. أهلا يا سارة، أهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، كيفك انت؟ صديقتنا سارة. سارة، اهلا يا سارة، كيف الحال؟ ترضوا اليكم. وانا ايضا، اين انت؟ لماذا لا تتصلين بنا دائما؟ لقد سررت، صوتك جميل، لقد سررت فيني. شنو يا سارة؟ صوتي انا جميل؟
ايه يعني ساره شوف انت يوم اتصلتي علينا ساره انت يوم اتصلتي الحين نفسيه حصه تغيرت واستانست صديقه البرنامج ساره لقد اشتقت اليك كثيرا تريد وانا ايضا ماذا قلتي ماذا تريدين ان تخبريني لقد سررت فيني سررت يعني انت استانستي بيها يا حصه اكيد انزين ساره قولي لنا شلون يعني ايامك والامتحانات والدراسه جدا ممتازه نعم زين ساره ذكرينا بس وذكري اصدقائنا شنو تبين تصيرين يوم تكبرين طبيبة أطفال مثلي يا سارة صحيح يا سلام هيا أخبريني يا سارة ماذا ستفعلين اليوم؟ أين ستخرجين؟ لا أريد أن أخرج أريد أن أدرس الله لا تريدين أن تخرجي تريدين أن تدرسي يا الله سارة الله عليك يا سارة سارة نحن صديقات وندعم بعضنا ماذا حصل؟ يجب أن تخرج اليوم الجمعة بكرة غدا؟ نعم شفتي شلون يا حصة؟ زين سارة يعني أنت شفتي حلقتنا من البداية صح؟ صح يعني حصة اليوم زعلانة ومتشائمة وسلبية يعني عندها واصلة يمكن 100% وتقول أنا كنت بطلع اليوم وأنت يا عبد الله ما طلعتني أنا زعلانة وخلاص ما أبي أطلع بكرة ومتشائمة شو رأيك يا سارة؟ لازم إذا أنت تشوفك مشغول لازم تدرس شوي صح لازم تراعي صح؟ يا سلام عليك لازم تراعي ظروفي وإن أنا عندي شغل ما أقدر أطلعها اليوم وتقدر بعد صح ولا لا؟ ولكن يا سارة عبد الله من يرعاني ولست أنا من أرعاه مش أرعاه يا حصة مش أرعاه لا حتى نسيت الكلمة أنا مراعاة الظروف يا حصة يعني أنت تقدرين ظروفي وأن تقدرين الأشياء اللي أنا أسويها لك واليوم يعني أنا ما قلت لك أن أنا مشغول إلا لأن أنا مشغول صدق يا حصة فما أقدر أوديك معاي أو ما أقدر أطلعك اليوم فعشان شي يا سارة سمعينا شيء شنو حابة تسمعينا قرآن يلا تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم جزاك الله خير يا سارة والحين 4 ألعاب تختارين اللعبة اللي تبينها يا صديقتنا سارة شنو ألعابنا يا حصة؟ اللعبة الأولى ما هو؟ واللعبة الثانية الحروف والثالثة رتب الجملة والأخيرة أين يا سلام الحماس كله عشان سارة ها يا حصة؟ أكيد صديقة البرنامج يلا يا سارة اختاري لنا لعبة هيا يا حروف الحروف انزين الحين يا ساره اكيد تعرفين اللعبه بنعطيك حرف ونطلب منك اسم ولد وبنت وجماد وحيوان وانت تعطينا الاسماء كلها جاهزه كلمه السر يا ساره بصوت عالي ساعه مرح يا سلام عليك يلا نشوف الحرف اللي بيطلع لك بشكل عشوائي حرف التاء هيا يلا يا ساره تميم أحسنتي حلو. بنت تيماء لا ها تيماء في تيماء ما في تيماء نعم في تيماء صحيح. يلا تيماء انزين جماد تلفون حلو تلفون هاتف يا سارة يلا حصة يلا بس ممكن شيء نضعه هنا كالبلوك تاج صحيح يلا حيوان تنين شنو؟ تنين لا تنين. يلا شيء ثاني غير التنين يشبه التنين تمساح تمساح تميم وتيماء وتاج
وتمساح. آه صراحة أول مرة أسمع اسم تيماء. لا يا عبد الله يوجد تيماء صحيح. إنزين اسم تيماء. صديقتي في المدرسة ولكن ليست بصفي اسمها تيماء. ما شاء الله عليك وأنت عندك كل أسماءها. أكيد. إنزين يا سارة إجابتك وأكيد. أكيد أكيد صحيحة. شكرا يا سارة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا سارة على اتصالك ومشاركتك معنا. والحين أصدقائنا راح نكمل معاكم إن شاء الله ساعة مرح وبرنامجنا وياكم ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله ويانا أصدقائنا ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل وأكيد متواصلين في ساعة ما راح ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم. وحصة بما أن يعني استانست مع اتصال سارة راح تقول أنا كم أرقامنا وشو ممكن أن يشوفونا أصدقائنا يا حصة. حسناً أرقامنا 4-4-3-3-4-4-4. زين وإحنا من أي يوم لين أي يوم يا حصة؟ من يوم الأربعاء لغاية يوم السبت. ومن الساعة كم إلى الساعة كم؟ من الساعة الرابعة للساعة الخامسة. أوه. يعني يا حصة أنت ما استانستي الحين مع اتصال سارة؟ يعني حتى سارة قالت لك يا حصة مو بلازم تطلعين اليوم، يعني سارة ما راح تطلع اليوم، تقعد بتدرس تلعب صحيح. مع أخوانها وخواتها. يعني اتصال سارة أفرحني جدا، أحب هذه الفتاة وأنساني الهم والغم، ولكن بعد نهاية الاتصال رجعت لهذا الهم. أي هم وأي غم حصة، ترى يعني أنا بس قلت لك إن أنا مشغول اليوم وما رح نطلع اليوم، لا تبالغين في الموضوع يا حصة. ما كانت كل آمالي مخططة لهذا اليوم. عادي يا حصة تقدرين، يعني عندي لك حلول وايد. والحديقة والقفز واللعب مع الأصدقاء. زين لحظة لحظة خلنا ناخذ الاتصال بعدين أتفاهم وياك. نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ إبراهيم. أهلا يا إبراهيم. إبراهيم كم عمرك؟ 8. ثمانية، العمر كله إن شاء الله إبراهيم. شنو حاب تصير يوم تكبر؟ طيار. طيار، يا سلام يا حصة سمعتي جميل. طيار. لماذا تريد أن تصبح طيار يا إبراهيم؟ لي أطير في السماء. يا سلام، خذني معك يا إبراهيم، خذني وأنسيني الهموم والغموم يا إبراهيم. يا الله يا الله يا حصة. إنزين بس إبراهيم وين تبي تروح؟ وين تبي تسافر؟ يعني شنو المكان اللي في بالك؟ السعودية. تبي تروح مكة ها؟ إيه. يا سلام يا سلام. إبراهيم 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 أخبرني من أين تتكلم، من الحديقة أم من المول أم أين أنت؟ بيت جدك؟ ايه. بيت جدك. حقا ذهبت الى بيتي؟ انت الان في بيت جدك؟ نعم. وهل انت مستمتع في وقتك؟ وتلعب؟ نعم. وتقفز؟ نعم. يا سلام. نعم. اتمنى ان اكون معك يا ابراهيم. زين ابراهيم ابراهيم خلني بسالك سؤال وقل لي ايش رايك في الموضوع. زين 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 ابراهيم اليوم صراحه انا امس قلت حق حصه ان انا بطلعك اليوم الجمعه، هي متعوده كل جمعه انا اطلع وياها. حلو يا ابراهيم؟ حلو. صليت الجمعه قلت حق حصه يا حصه انا عندي شغل ما اقدر اوديك اليوم وما نقدر نطلع اليوم، نطلع بكره. فحصه زعلانه وقاعده تصيح ومتشائمه وتقول هم وغم وانتهت الحياه، ما تبي تقدر ظروفي ولا تراعي مشاعري. شو رايك في تصرفات حصة؟ خاطئة. خاطئة؟ لماذا خاطئة؟ أريد أن أخرج لأنه اليوم الجمعة. لأن نقعد في البيت ونسولف. يا إبراهيم أليس هذا حق من حقوق الطفولة لدي أن أخرج في الإجازة؟ نعم نعم. زين حلو هاي حق، بس أنا قلت لها ما راح تطلعين اليوم بنطلع بكرة، يعني أنا ما خذيت حقوقك يا حصة ولا سلبتك من حقوقك. لا لا غدا أنت تعرف السبت يختلف عن يوم الجمعة يا عبد الله. زين إبراهيم أنت مثلا الحين قاعد في البيت وأبوك قال لك يلا يا إبراهيم إحنا اليوم بنطلع. ليس في البيت، إنه في بيت جده. زين أنا قاعد أسألها الحين، يعني مثلا أبوك قال لك بنطلع اليوم بنروح بيت جدك، ومثلا أبوك طلع على شغل أو ظرف قال لك يا إبراهيم خلاص اليوم إحنا ما راح نطلع وبنقعد في البيت، أو أنت بتقعد في البيت بوديك بكرة، تزعل وتصيح وتتضايق؟ نعم نعم يا إبراهيم أليس كذلك؟ تشعر بالإحباط؟
والهم والغم؟ لا قال لا. لا قال لا عادي يتقبل الأمور ويراعي مشاعر أبوه ويراعي ظروفه، صح ولا لا؟ صح. صح عليك. يعني الحين ثلاثة أصدقاء اتصلوا علينا يا حصة كلهم موافقين على الكلام اللي أنا أقوله، وأنت للحين زعلانة. ما أعرف ما أعرف ما تعرفين ما تعرفين شو تقولين. خلنا نسمع إبراهيم. إبراهيم شنو حاب تسمعنا؟ صورة. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا إبراهيم. وخلنا الحين وياك نعطيك عجلة الحظ ونشوف عجلة الحظ شنو راح تختار لك. العجلة الحين بتطلع وطلعت ونشوف معاك إبراهيم. رتب الأحرف، تعرف هاللعبة؟ إيه. تتابعنا أنت في ساعة مرح كل يوم يا إبراهيم؟ إيه. يا السلام عليك. يلا إبراهيم الحين بنعطيك كلمة حروفها مش مرتبة وأنت ترتب لنا الحروف عشان تطلع كلمة صحيحة. جاهز؟ جاهز. كلمة السر. ساعة مرح. لا أعلى أعلى. حماس. خل حصة ساعة تحمس. ساعة مرح. يا سلام. يلا نشوف مع بعض الكلمة والحروف. يلا حصة عندك. هيا. حرف الجيم، الدال، سين، ميم. سهلة جدا. نذهب إليه يوم الجمعة. نذهب يوم الجمعة. بس يوم الجمعة يا الصلاة. أكيد يوم كل الجمعة. يوم كل يوم خمس مرات يا إبراهيم. صحيح. ها. مسجد. مسجد. صليت الجمعة اليوم في المسجد يا إبراهيم؟ يا السلام عليك. الله يتقبل منك إن شاء الله. وأكيد إجابته شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. أنا يا حصة يعني أعرف، أنا حاولت أني أغير من معنوياتك وأرفع معنوياتك شوي قبل شوي يوم قلت لك على موضوع الرسمة، بس أنا أشوف أنه للحين نفس الشيء. بس يا حصة خلنا أجي عندك عشان أقول لك هذا الموضوع. أنا يا حصة ماذا؟ أعرف شنو الشيء اللي راح يعدل من معنوياتك. أكيد تعرف. هل ستقوم بتغيير رأيك؟ لا ما راح أغير رأيي، بس الحين براويك شيء أنت وأصدقائنا بخليك تغيرين، يعني المعنويات راح ترتفع إن شاء الله. جاهزة؟ حسنا أكيد. هيا أنت. أنا أعرف أن الأكل يخليك مستانسة. حقا؟ أي صح ولا لا؟ خلاص فالحين خلونا نشوف وياكم أصدقائنا طبخة اليوم ونرجع بعدها. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم الشيف ريماس. أكيد كلنا نتفق إنه منحب الوجبات السريعة خصوصا الساندويشات، بس شو رأيكم لو تعلمناها بالبيت؟ وأنا اخترت نوع فيلادلفيا. جاهزين؟ يلا نبلش. بالنسبة للمقادير رح نحتاج 400 جرام من الدجاج وفطر وأربع ألوان فلافلة وذرة ومعلقتين صويا صوص ومكعب من مرقة الدجاج وأربع معالق زيت ونص معلقة سبع بهارات ومايونيز فلفل أسود وملح. أول خطوة رح نحط الزيت، وهلأ رح نضيف الدجاج وهلأ رح نضيف الفطر وهلأ رح نضيف الفلافل بكل أنواعه. وهلأ رح نحط الملح والفلفل والسبع بهارات ومكعب مرقة الدجاج وخلطوهم لمدة دقيقة، ولازم يكون آخر شي الذرة والصويا صوص. وهلأ منتركها دقيقة ومنطفي عليها. وهلأ رح نبدأ مرحلة التقديم. أول شي رح نحط مايونيز ونحط خلطة الفيلادلفيا
وهيك بنكون خلصنا تبعنا اليوم، ان شاء الله يكون عاجبكم. صحتين وعافيه، باي. حياكم الله ويانا اصدقائنا، رجعنا لكم بعد هذه الاكله والطبخه الجميله، صح يا حصه؟ اكيد اكيد. شفتي صديقتنا ريماس؟ شكرا لك يا ريماس. اتعرف شيء؟ اريد ان اكسر روتين اليوم، احضر لي جميع المقادير يا عبد الله، اريد ان اصنع هذه السندويشات. يعني خلاص مستانسه اليوم راح تنسين؟ انت اذهب اذهب احضر المقادير وانا ساكمل الحلقه. هاي لا 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 يا حصه، مو الحين تطلعيني برا الحلقه وتقولي لي روح جيب المقادير عادي بقعد وياك. بعد احنا دائما متعودين ان اي شيء نتفق عليه في الحلقه نسويه بعد الحلقه يا حصه. ولكني جعت يا عبد الله. والله انا بعد جعت يا حصه صراحه. اروح خلاص؟ اذهب هيا. لا لا خلاص بقعد هنا، بعد ما نخلص الحلقه بروح ان شاء الله وبشتري لك الاغراض واجيبهم لك عشان تسوينهم وخلاص تنسين موضوع الطلعه والزعل والتشاؤم. لا لا لقد خفت سمعت خفت القليل شوي من اصدقائي. يعني الحين مو زعلانه، ساكمل النهار، لا اعرف ماذا سافعل ولكن ساحاول يعني ان افعل شيء مفيد. يعني عندك الطبخه هذه، عندك الرسمه اللي عرضناها قبل شوي، عندك افكار وايد تقدرين تسوينها، مو بلازم يا حصه تطلعين من البيت كل يوم عادي. يعني اليوم احنا انا مشغول شوي، فيعني ناجل الطلعه ان شاء الله لبكره يا حصه. هل استطيع الاتصال بصديقاتي؟ ليش تتصلين بصديقاتك؟ من اجل ان ياتوا ونطبخ سويا ونقضي اليوم. هاي فكره حلوه وجميله وتقدرين تستغلينها. يعني عادي تتصلين على سهام ورهام وهيام، في بعد ولا بس رهام وسهام؟ رهام سهام هيام، هيا تعالوا الي بعد الحلقه. رهام احضري الصويا صوص، وسهام احضري الفليفله بجميع الوانها، اما هيام احضري الدجاج. خلاص اتفقنا. ما ادري انا بانتظاركم. ما ادري احنا نطلع من الحلقه ونخليك تكلمين سهام وهيام ورهام، تصلي عليهم بعد الحلقه يا حصه الله يهديك. زين اصدقائنا، يعني حصه شوي رضت على ان هي كانت زعلانه ان انا ما طلعتها اليوم، بس بنشوف وياكم انتوا ايش رايكم في الموضوع. يلا يا حصه عندك الاتصال. يبدو ريهام. الو اهلا يا ريهام. جنان اهلا يا جنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا جنان هيا تعالي لكي نحضر هذه السندويشات، ما رايك؟ حسنا هيا احضري انت الخبز ان شاء الله. ان شاء الله. الله يا جنان اسمك حلو ما شاء الله. كم عمرك؟ 7. شنو حابه تصيرين يوم تكبرين؟ معلمه علوم. جميل جدا. لماذا اخبريني يا جنان. انه احب الحيوانات. يا سلام، هل لديك حيوانات اليفه في المنزل؟ نعم. حقا ماذا لديك؟ بسه. وأرنب. بس وأرنب، يا سلام. أنا أحس يا حصة أن جنان اتصلت علينا قبل. اتصلتي قبل صح يا جنان؟ إيه صديقتنا بعد صحيح. جنان أهلاً يا صح. جنان صح، أنا تذكرت يوم قالت بس وأرنب تذكرتها على طول. صحيح. زين يا جنان شنو تسوين عشان يعني يكونون بصحة وجيدة البسة والأرنب اللي عندك؟ أطعمهم. إيه أسربهم. حلو. ألعب معاهم. يا سلام جنان لدي سؤال لك، أخبريني يعني القطة صوتها مياو 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 صحيح؟ والأرنب ما صوته؟ كيف صوت الأرنب يعني مثل أو لا كيف صوت الأرنب؟ الأرنب عنده صوت يا جنان؟ لا هاي ذيب، هاي مو أرنب، ما لخص يا حصة. ها جنان الأرنب عنده صوت؟ إيه. شلون صوته؟ يلا قولي حق حصة كيف؟ شو يسوي؟ ماذا؟ دش شو يسوي يا جنان الأرنب؟ اوكي ها عرفتي الصوت؟ يعطيك العافيه يا جنان ما شاء الله. يا سلام. حافظي على الارنب وحافظي على البسه اللي عندك واعطيهم اكل، ولازم تنظفين مكانهم كل يوم صح يا جنان؟ ايه. يا سلام عليك. زين جنان شنو حابه تسمعينا؟
نشيدة. الله، يلا سمعينا. معلمتي في مدرستي علم أدب، فيها قلم كتب، ومعلمتي أنا هو مثل الأم ما أقلى، تعلمني حب الخير، حب الله، حب الخير، تعلمني قرآن أدب، هي تجعلني أقرأ كتبا. الله، يا سلام، رائعة يا جنان. هذه أنشودة جديدة يا حصة في برنامجنا، صح؟ صحيح. أول مرة نسمعها. صحيح. يعطيك العافية يا جنان. والحين يا جنان راح نعطيك عجلة الحظ ونشوف العجلة شنو راح تختار لك. يلا يا عجلة، العجلة بيني وبينك يا حصة. هيا يلا نشوف. تحركي لنرى ماذا ستختاروا لجنان. سين جيم. حلو، راح نعطيك سؤال وتعطينا إجابة على هذا السؤال. جاهزة؟ إيه. كلمة السر يا جنان. ساعة مرة. يا سلام عليك، يلا نشوف مع بعض السؤال شو يقول. ما هو العيد الذي يلي شهر رمضان؟ رائع. سهل صح؟ عيد الفطر. عيد الفطر. أليس عيد رمضان المبارك؟ لا، شنو عيد رمضان المبارك؟ ما في، احنا المسلمين عندنا عيدين يا حصة، عيد الفطر وعيد الأضحى، صح يا جنان؟ صحيح. إجابتها شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. شكرا لك يا جنان. أحسنتي. وعلى طول خلونا ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. السلام. زينب، شخبارك؟ بخير. زينب اسمعينا من التليفون مو من التلفزيون. زينب. نعم. كم عمرك يا زينب؟ ثمانية. شنو حابة تصيرين يوم تكبرين؟ طبيبة. يا سلام، طبيبة شنو؟ أسنان. أسنان. حقا، هيا أخبريني لماذا تريدين أن تصبحي طبيبة أسنان؟ عشان أنظف أسنان. وكم مرة تقومين بغسل أسنانك باليوم؟ مرتين في اليوم. وما هو اللون المفضل للأسنان؟ أصفر، بني، أبيض. شنو اللون المفضل للأسنان؟ شو السؤال يا حصة؟ لماذا؟ يعني في أسنان باللون البني وفي أسنان باللون الأخضر. نعم. والأحمر ما في. عندما لا نهتم بأسناني أصبح اللون بني. صح. أو أصفر. صح أحيانا. برتقالي. صح. ألوان وايد ما شاء الله. بنفسجك أيضا. زين زينب، اليوم بتروحين مكان؟ إيه. وين بتروحين اليوم؟ الحديقة. لا حظي أنا. لا يا زينب، ليش قلتي لها؟ أنا سألتك، أنا آسف. زينب عندي السؤال عشان حديقة. بس حصة. مع من؟ مع أصدقائك؟ ستلعبين هناك وتأكلين هناك؟ زينب عندي السؤال الثاني. ستمرح الحين. مثلا أنت خلاص رايح الحديقة، بس أبوك قال لك خلاص اليوم ما بنروح الحديقة لأن أنا مشغول، تزعلين نفس حصة الحين وتصيحين ولا عادي؟ لا ما أزعل، عادي ما تزعلين؟ لا ما أزعل. يعني تقدرين أبوك وتراعين مشاعره وظروفه، صح ولا لا؟ صح، اروح مره ثانيه. صح، تبي حصه شلون زعلانه وما تبي تسمع الكلام ومتضايقه انصحيها. زين انصحيها يا زينب. ماذا ستذهبين انت للحديقه اما انا في المنزل؟ بس انت حصه قلتي بيجون صديقاتك الحين وبتسوين اشياء وسويتي مخطط كامل عشان تعرفين شو الجدول اللي بيصير. صحيح. نسيت. زين وشنو حابة تسمعينا؟ سورة النصر. يلا تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا زينب. والحين راح نعطيك 4 ألعاب وانتي تختارين اللعبة اللي تبينها. جاهزة؟ جاهزة. يلا يا حصة، شنو ألعابنا؟ اللعبة الأولى ما هو؟ واللعبة الثانية الحروف، والثالثة رتب الجملة، والأخيرة أين؟
ماذا تختارين؟ أي لعبة تبين يا زينب؟ رتب الجملة. رتب الجملة. حلو. الحين يا زينب راح نعطيك جملة وكلماتها مش مرتبة وانت ترتبينها لنا عشان تطلع جملة صحيحة. جاهزة؟ جاهزة. شنو كلمة السر؟ قولي ساعة مرح بصوت، قولي ساعة مرح بصوت عالي. لا مرة ثانية. ساعة مرح. يلا ساعة نشوف مرح. مع بعض. الجملة هي يلا ذهبت حصة إلى الحديقة. لا 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 هذه مش جملة يبي لها ترتيب، هذه أنت مرتبتها وخاصة تعرفين شنو بتقولين. بس خلنا نلعب زينب. زينب الجملة تقول الناس لا بأخلاقهم عامل بأخلاقك. شنو رتبيها لنا يلا. عامل الناس. عامل الناس بأخلاقك. بأخلاقك لا بأخلاقهم. يا سلام. يا سلام. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، ودائما أخلاقك لازم تكون حسنة وتتصرف تصرفات حسنة عشان يعني ما تعامل الناس بالأخلاق السيئة إذا حد مثلا زعلك أو قال لك شيء. صح يا زينب؟ صح. إجابتها شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا زينب على اتصالك. والحين يا حصة يعني أنا أقول إن إحنا للحين باقي لنا مع أصدقائنا اتصالات، بس يعني إيش رأيك نفكر اليوم أنتي خلاص راح يجونك أصدقائك وصديقاتك راح يجونك وراح يلعبون معاك وتطبخين معاهم. حسنا. يعني خلاص يعتبر أن اليوم انتهى، صح ولا لا؟ ولا وبما أنك أنت لغيت اليوم سنقوم بترتيب ليوم غد، أليس كذلك؟ حلو حلو حلو، يعني خلاص أنتي اقتنعتي اليوم حسب شروطي طبعا. بعد شروط أي أوكي شروطك، بس يعني تكون شروط معقولة يعني مو بأشياء ما أقدر أسويها. زين عندك شروط الحين؟ صحيح لدي شروط. نعم يلا شنو شروطك؟ الذهاب الساعة 6:30 صباحا. ومنو فاتح الساعة 6:30 يا حصة الصبح؟ الحديقة. تروح الحديقة الصبح؟ زين زين اوكي الشرط الثاني شنو؟ الشرط الثاني ان نقوم بتحضير الغداء هناك. ان تأتي تبي تروحين من الساعة 6:30 الصبح وتبين الغداء يكون هناك. انزين كملي خلنا نسمع. ونبقى لغاية الساعة 10:30 مساء. حصة انت شنو وين رايحة؟ من الساعة 6:30 الصبح لين الساعة 10 في الليل؟ لا وايد يا حصة. بدأنا حسنا. زين يا حصة خلنا نتناقش وياك انا وانتي بس بعد الفاصل، ايش رايك؟ حسنا يا يلا نروح فاصل وياكم اصدقائنا، وبعد هذا الفاصل راح نرجع في ساعة مرح، فخلكم قراب منه. لا 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 يا حصة صحيح حصة لماذا لا أشياء معقولة إيش دعوة نطلع من الساعة 6:30 لين الساعة 10 في الليل ترى وايد يا حصة لقد ذهب يوم الجمعة سدى لم نفعل به شيء أصلا لو كنا بنطلع إنه التعويض أصلا لو كنا بنطلع اليوم كنا بنطلع مثلا من العصر نقول الساعة 4 نرجع الساعة 7 البيت ولكن نلتغى لأنك مشغول إذن غدا سنعوض هذا اليوم لا هذا عقاب يا حصة مو بتعويض والساعة بساعتين يا عبد الله لا تعرف هذا النظام ما يصير خلنا ناخذ اتصال ونشوف صديقنا شنو بيقول حسنا يلا نقول ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام هلا يا علي علي كم عمرك 6 سنوات 6 سنوات ما شاء الله العمر كله شنو حاب تصير يوم تكبر يا علي مهندس يا سلام مهندس شنو مهندس معماري مهندس كهربائي مهندس شنو بالضبط طيارات شنو طيران مهندس طيران يا سلام فكرت مهندس حدائق اي لا يا حصه بدينا ماذا؟ لا واضح هيا اخبرني يا علي اين انت الان باي حديقه اين بالبيت في انت البيت. في المنزل الم تخرج اليوم لا لماذا هل رفض اهلك بدر شنو يا علي ماذا قلت بدر يدرس زين علي يعني عادي اذا مثلا ابوك قال لك او امك قالت لك اليوم راح نطلع بعدين قالوا لك لا خلاص ما راح نطلع عندنا شغل تزعل وتتضايق ولا عادي عادي يم عادي
يعني حصة تبي تطلع اليوم، وأنا قلت لها أنا مشغول ما أقدر أطلعك، فزعلانة ومتضايقة، أبيك تنصحها يا علي. شنو تقول لها؟ ما تزعلين. ها؟ ما تزعلين. ما أزعل؟ ولكن لماذا؟ إنه يوم الجمعة، يعني أنت ألا تمل الجلوس في المنزل؟ وقت امتحانات. الحين وقت امتحانات. زين يا علي، خلاص علي يعطيك العافية، وبعد علي يقعد في البيت ما يزعل يا حصة إذا قالوا لا. شنو حاب تسمعنا يا علي؟ نشيد. شنو؟ نشيد. يلا تفضل سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وقال لنا الفيل، أنا سمعتها نشيد. صحيح. وأنا أيضا. يعطيك العافية يا علي، والحين راح نلعبك معانا، ونقول لك إن عندنا إحنا عجلة الحظ فيها 5 ألعاب، وعندنا 4 ألعاب، أنت تختار اللعبة اللي تبيها، فبنختار حق علي. عجلة الحظ عندي. عجلة أنا. عجلة الحظ وعندك يا حصة. يلا. هيا يا عجلة تحركي لنرى ماذا ستختار لعلي. اجمع الصورة. علي هل تجلس أمام التلفاز؟ نعم. هيا سنعرض لك صورة ولكنها غير مكتملة، وعليك أنت بإكمالها. حسناً؟ إن شاء الله. يلا نشوف. ولكن نريد كلمة السر. صح، كلمة السر. يلا. ساعد مرح بصوت عالي. وساعد مرح. ساعد مرح. مرح. ساعد مرح. هيا. يلا نشوف الصورة اللي بتطلع لك يا علي. يلا يا علي وصل لنا الحروف بالأرقام. الحين راح تطلع لك الصورة على الشاشة. هيا سهلة جدا. 4 باء. 4 شنو؟ 4 باء. 4 باء. حلو. صحيح. 1 ألف. 1 ألف. حلو يا عيني. ها. وجي. ماذا قلت؟ 2 جيم. صحيح. 2 جيم. حلو. دال ثلاثة. يا السلام. شنو طلع لك يا علي؟ مسجد. مسجد الدولة. طبعا هذا مو مسجد الدولة. واكيد يا علي اجابتك شنو يا حصة؟ اكيد صحيحة. اجابة صحيحة. يعطيك العافية. جميلة. يعني حصة انت عندك حديقة في البيت، وتقدرين الحين تنادين صديقاتك وتلعبين معاهم في الحديقة وتستانسين يا حصة. خلاص يعني بكره بنطلع ان شاء الله وراح نلعب ونستانس، بس يعني نحدد الوقت ومو بالوقت اللي قلتيه يا حصه. حسنا لنرى غدا لنرى. خلاص يعني اكيد اصدقائنا اليوم احنا تكلمنا عن انه اذا مثلا كنتوا متعودين تطلعون مع اهلكم في يوم الجمعه نقول او اي يوم، واليوم مثلا اهلكم قال لكم احنا ما نقدر نطلعكم مشغولين، فلازم تعذرونهم وتراعون الظروف اللي عندهم، ما يصير تطلعون وما يصير تقعدون متضايقين وزعلانين وتصيحون. صح يا حصه؟ كما حصل معي بالضبط. نفس ما حصه سوت، لان اكيد اهلكم راح يعوضونكم ان شاء الله في الايام الجايه. احنا وياكم اصدقائنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج ساعه ما، راح ننتظركم ان شاء الله بكرة في ساعة جديدة من شنو يا حصة؟ من ساعة مرح. من ساعة مرح. شو تقولين؟ هيام ريهام سهام، أنا بانتظاركم. هيا وإلى اللقاء. نراكم غدا. نشوفكم بكرة إن شاء الله، ومع السلامة.